عدنا، جبنا لكم سيارة 12، جبنا لكم سيارة 10 سلندر، كلهم كانوا سريعين. هلأ خلينا عن السرعة، خلينا نرجع للفخامة، الفخامة البريطانية أبو الثماني سلندر. وما أدراك ما الثماني سلندر؟ هلا مش لازم شفت انا بهاي السيارة، بس يعني ما فيني انا امسك سيارة وما شفت فيها صراحة. يعني عرفت علي كيف؟ هاي السيارة فخمة لدرجة لا توصف. ليكم الا لون عليها، هاي اللون الاخضر هي افضل لون ومحبب لقلبي بشكل كبير، هي الاخضر الغامق. شوفوا لي الفخامة، شوفوا لي الهيبة هي وعم تمشي على الطريق. اسمعوا لي الصوت، سمعتوا الطرح؟ كمان كمان طرح تاني، روح ولا بنت لي مارقة ولا بتوقف. مصاري عم تمشي على الطريق، كله لازم يوقف وينزل يصورنا. السلام، والله يا السيارة أحد أحلامي، إحدى أحلامي في المستقبل إني أشتري وحدة مثلها. ليكو من جوا، والله أنا بحب هول العدادات، لا ديجيتال ولا شيء، هيك عداد بتشوفه هو عم يطلع وكل شيء، مش أرقام. طلعوا لي الفخامة، شايفين؟ خشب، أوكي فرمناه للشاب اللي حدنا معلش، بس إنه شايفين؟ خشب. رعب رعب هالسيارة، رعب. طلعوا من ورا، خليكن نعطين، خلينا نعطيكم دعسة، خليكن نعطينا. يلا، اوه في هاي النقطة منا حلوة، جد منا حلو، بس معلش مقبولة، يعني مقبولة، ما بتغطي على الجمال صوتها على فكرة، ما فيها باك فاير بس فيها هيك شوية تراطيع، وفيها عم تسمع صوت التيربو. سمعتوا صوت التيربو؟ صوت التيربو بهالسيارة رعب، كل شي فيها رعب، كل شي. شوفوا هالبنت، يعني لو عم تمشي لامبرجيني حدا وبنتلي قالوا لي نقي بيناتهم حنقي البنتلي، وحياة الله يعني ما عم بمزح. صحيح انه 2010 وهيديك 2000 وجديدة، يعني 2017، بس هيدي الها هيبتها يا عمي، والله العظيم. لا لك من الله صوت عليها، اجمل من ال 12 بس مش اجمل من ال 10، رعب. شوفوا لي الفخامة من جوا، يعني خشب وقصص وحركات، يعني رعب. تقييمنا النهائي لهي السيارة هو 12 من 10، روح.